السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة أيا أس تي في، معكم أم نريمان. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم رايحة ندير معكم سكوتشو بالقارص كما نقولوها بالعامية، ولا بالليمون ولا الحامض، كل واحد كيفاه يسميه. باش نديرو هاد مسكوتشو ولا كيكة، يلزمنا هنايا ربع كاس تاع عصير الليمون، كاس إلا ربع تاع الزيت، كاس تاع السكر، زوج كيسان تاع الفارينة، ثلاثة تاع البيض، مغرف كبيرة تاع الخل، شوية تاع لافاني، قشور الليمون، وزوج باكيات تاع خميرة الكيميائية تاع الحلوة. نبداو على بركة الله. بسم الله. احكمي لهنا ريسيبيون تاعك، حطي فيه البيض كيما قلت لك، ثلاث حبات بيض، زيدي الكاس تاع السكر، وزيدي كاس الى ربع تاع الزيت، وخلطيهم مليح مليح. اين فوا تخلطيهم هكذاك واحد زوج دقائق، حطي قرصه تاع الملح، زيدي قشور الليمون تاعك. هنا عندي حبه تاع الليمون، ديت القشور تاعها دي غير هذاك الفوقاني الاصفر، ما تروحيش الابيض سينو ما تجيكش مليحه وتجيك قاصحه بزاف ومره. زيدي هذاك الربع كاس اللي قلت لك تاع عصير الليمون، وزيدي مغرف كبيره تاع الخل، الخل الابيض لهنا تاني. وزيدي خلطيهم مليح. اين فوا زيدي تخلطي كامل هذوك المكونات اللي درتي، زيدي دوكا مغرف صغيره تاع لافاني، زيدي كاس الاولاني تاع الفارينه، وزيدي هذوك زوج ساشيات تاع لا ليفور. ماذا بيك دائما تصيري الفارينه تاعك ولا ليفور لافاني باش ما يقادولكش هذوك لي بيغيمون تحتها. عاملك حطي السرعه على واحد ودخليها. هنا نحطوا الفارينه بالتدريج. حطينا ديجا هذاك الكاس الاولاني كما قلت لكم مع لافاني ولا ليفور، حطي السرعه تاع الباتور تاعك على رقم واحد وخلطيهم مع المكونات الاولانيين. اين فوا تتخلط زيدي حطي الكاس الثاني وزيدي خلطي مليح مليح، وحط الكفور تاعك لازم يكون شاعل من قبل. كيما قلت لك اين فوا تدخلي كامل الفارينه، هاوليك الخليط اللي تحصلي عليه. دوك لهنا حكمي المول تاعك تاع مسكوتشو، حطي له هكذايا الزيت ولا الزبده، وحطي له الفارينه، فرغي الخليط تاعك وحطيه يطيب. مسكوتو تاعي راهو طاب، خليته برد، حطيته في طبق التقديم، ودقت الزين يبقى اختياري كيما تحبي زينيه. انا لهنا درت له امتيت صوص بالقارص تانيك وراني نسقي فيه. هاد لاصوص خدمتها درتها، حطيت مغرف تاع النشا، ربع كاس تاع الماء، وزوج مغارف تاع عصير الليمون اللي هو القارص، وحطيت لك مغارف تانيك تاع السكر وحطيتهم يطيبوا. كي طابوا وعقدوا بيان، عاود حطيت نص ربع كاس تاع الماء واحد اخر مع لافاني، وقعدت نخلط حتى تبقى لي هكذايا ما تجيش شاده روحها بزاف. في الاول تجيك عقده، ومن بعد كي تزيدي لها داك ربع كاس تاع الماء مع لافاني تولي لك هكذايا، تخرج لك شابه هكذا وبنينه بزاف. وحطي لها تانيك زوج مغارف تاع القارص كيما قلت لك. تقدري تزيدي طمي عليها لهنايا نواد كوكو، تقدري تخليها هكذا تجي شابه هكذا بالبزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها هاد مسكوتشو بالليمون، خاصه لمحبي الليمون ولا القارص كيما نقولوا له حنايا. دوك نقسم معاكم امورسو تشوفوا كيفاش جا، ولو مازال ما شدتليش هاد لاصوص بصح واش عليه. هاوليك شوفوا كيفاه جا ما شاء الله، الداخل هشيش بالبزاف، ومع لاصوص هذيك
وكي تاكليه يزيد يجبنين بالبزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه الافراد العائله تاعكم، وإلا عجبكم ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني للقناه، بارطاجيوه مع الاصدقاء والاقارب تاعكم، والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.